السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الحلوى غاية في الروعة، ما كديموضاش، يعني كل عام كترجع. فغادي نقدمها لكم بطريقة زوينة بزاف، غادي نشوفها بجوج ديال المذاقات وبشكل اللي كيجي جميل. كذلك غادي نشوفوا واحد الصلصة ديال الكراميل خطيرة تنفعكم في الاستعمالات ديال الحلويات ديالكم أو الكيك. كذلك بلا استعمال ديال الكريمة كتجي زوينة، وكيف ما شفتوا في البداية ديال الفيديو القوام ديالها كيجي رائع جدا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله نبداو بتحضير العجين. فانا غادي نستعمل هنا الخلاط ديال العجانه. تقدروا تخدموا بداك الخلاط اليدوي الكهربائي، ولا تخدموا غير بيديكم، غير هي خصها يعني تخدم هاد الزبده مزيان. فغادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده. انا غادي نستعمل هنا زبده ديال البواطه النباتيه اللي كتكون خاصه بالدهن. بغيتو تستعملوا زبده حيوانيه ممكن تستعملوها، ما تستعملوش غير الزبده ديال التوريق. فهذه وصفه اللي ما كتكونش فيها واحد الكميه كثيره ديال الزيت، يعني غادي تكون الزبده اللي خاصها تكون فيها الدهون يعني شويه عاليين، بحال زبده ديال البواطه ولا زبده ديال العبار. فما تستعملوش زبده ديال التوريق كيف ما قلت. غادي نزيد زبده ديالي اللي تكون طريه، وغادي نزيد كذلك سكر كلاصي او سكر ناعم 150 غرام بالكاس ديال الشاي، كيعطيكم كاس ونص. كنزيد واحد رشه ديال الملحه وواحد شويه ديال الفاني، انا كتعجبني الفاني البودره، ديروا اي فانيلا يعني متوفره عندكم. غادي نزيد ايضا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب المجفف. الا ما توفرتش عندكم او ما توفرش لكم حليب مجفف ممكن تحيدوها وتستغناو ليها، كيعطي واحد المذاق زوين. وصافي غادي نبدا كنخدم هاد المكونات مع بعضياتهم اولا، عاد غادي نزيدوا الباقي. فغادي نشغل الخلاط غير واحد على السرعه اللي كتكون ناقصه في الاول، باش ما طرش عليا سكر كلاصي، ومن بعد كنجهد له باش كتخلط الزبده مزيان. مره على مره غادي ننزل الجوانب وكنكمل. غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال الزيت. الا درتو زبده ديال العبار ما ديروش الزيت، يعني ما تحتاجوش نهائيا ديروا الزيت، فحنا كنعرفوا يعني زبده ديال العبار كتكون عاليه في الدهون. كذلك الا خدمتو بيديكم غير خدموا مزيان هاد الزبده، كيف ما غادي تشوفوا معايا راه كتولي بحال الكريمه. غادي نزيد بيضه كامله وصفار ديال جوج ديال البيضات، ونخليها في هاد المرحله يعني تخدم مزيان حتى كتولي عندي بحال الكريمه تماما. لاحظوا معايا كيفاش كترجع من بعد ما كتخدم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق. هذا هو الشكل ديالها، كتولي كريميه. غادي نبدا الان نزيد واحد الكاس ديال النشا اللي هي 100 غرام. غادي نخليها تخلط واحد شويه هكا غير بالخلاط، وعاد من بعد غادي نحيدوه، ما غاديش نبقاو يعني غادي نستعملوا يدينا باش غادي نجمعوا العجينه، ونبداو نزيدوا الدقيق شويه بشويه. فلاحظوا معايا يعني هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه في الاخر قبل ما نزيدوا الدقيق. صافي كنبدا كنزيدوا في الدقيق. بالنسبه للعبار انا عبرت لكم بالضبط شحال استعملت. فانا استعملت او هزت لي العجينه بالضبط 500 غرام. غير ردوا البال دائما النوعيه ديال الزبده راه كتختلف، وكذلك حتى الحجم ديال البيض ردوا البال. غادي نزيد الدقيق شويه بشويه، من بعد غادي نخدم يديا، وكذلك غادي نزيدو الخماره ديال الحلوه نص شاشي، ولا غادي نضيفو معلقه صغيره باش ما تجيناش عاوتاني تنفخ بزاف ويتبدل الشكل ديالها. فبغيناها تبقى محافظه على داك الشكل ديال البوق. صافي غادي نكمل حتى كنجمعها بيديا. غادي نجمع العجينه اللي كتكون طريه، ما ديروهاش قاسحه، هي مازال كل ما ارتاحت كتزيد كتشرب وكتزيد كتماسك. الا درتوها يعني قاسحه من الاول ففاش غادي تجيو تشكلوها غادي تعذبكم بزاف باش كتخرج من البوق. صافي هذا هو الشكل ديالها. كناخذ البوق اللي غادي نستعمل، انا غادي نستعمل هذا اللي كيكون ديال الماكينه. وصافي كنبدا كنشكل في الحلوه ديالي. هنا خديت اللاطه درت لها شويه ديال العجين الورق باش كيثبت ما يبقاش كيطلع. تقدروا مباشره يعني العجينه ديالكم او الحلوه ديالكم تشكلوها فوق من اللاطه، ما تحتاجش نهائيا انكم ديروا حتى الزيت، يعني ما كتلزقش. ف
فانا هنا غادي نبدا كنشكل الحلوه ديالي بحال هذه الطريقه. يعني كنضغط وكنجر باش كنحصل على شكل طويل او شكل ديال صبيعات بحال هكا. ملي كنسالي عاد كنقرص دوك يعني دوك الحبات من الاسفل باش كنقاد الشكل ديالهم ويجيوني زوينين من بعد فاش كيطيبوا فاش كنلاصق كل جوج مع بعضياتهم. صافي ملي كنسالي غادي ندخلهم للفران يطيبوا. الطريقه ديال الطيب مهمه باش يجيونا زوينين. قص النار اللي تكون مهيله. استعملتوا الفران ديال الغاز او ديال الضو ماشي مهم، غير النار خصها تكون مهيله ونصبروا عليها حتى كتحمر مزيان وتاخذ داك اللون ذهبي وكتحمر لنا حتى من الداخل. فصافي انا غادي ندخلها للفران وغادي نكمل يعني حتى كنسالي الكميه اللي عندي. وغادي نمشي باش نحضر الكميه الثانيه او الكميه الاخرى اللي غادي تكون بالشوكولات او بالكاكاو. نفس المقادير نفس الطريقه، غير هنا غادي نزيدوا الكاكاو المر. ممكن تزيدوا الكاكاو على حسابكم نتوما كيفاش كتبغيو اللون او المذاق. فانا اللون كنبغيه شويه مغلوق يعني والمذاق شويه مشهد او باين. غادي ندير 5 ديال لي ساشي ديال الكاكاو المر، يعني تقريبا من 5 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو، ما يكونوش عامرين بزاف. صافي غادي نجمع بنفس الطريقه كيف ما قلت نفس المقادير، ما كيحتاج شي فرق، غير كنقص واحد شويه ديال الدقيق يعني على ديال الفاني، بما ان كنعوضوه يعني بداك الكاكاو باش ما تجيناش العجينه قاسحه. صافي وكنكمل بنفس الطريقه وكندخلهم كذلك يطيبوا. هذا هو الشكل ديال الحلوه ملي كطيب. هنا غير مع الاضاءه راه كتبان بحال هكا، ولكن غادي تشوفوا معايا في نهايه ديال الفيديو في الاضاءه الطبيعيه كيفاش كتجي. فكتجي مذهبه وزوينه بزاف. هنا راه مازال ما ساليتش الطياب، غادي غير نوريكم صلصه الكراميل باش نربح الوقت. فغادي نحتاجو كاسرونه اللي تكون شويه ثقيله، كاس ديال السكر ولا 150 غرام، كنزيدو واحد شويه ديال الماء، ربع كاس تقريبا ديال الماء، وغادي نديرهم فوق من البوطه حتى كيرجع لنا كراميل بحال هذا الشكل. ونزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنحركو مزيان حتى ديك الزبده كتذوب مع السكر. غادي نزيد من بعد ثلث كاس اللي هي 50 غرام ديال الماء. نردو البال ديال من داك البخار اللي كيطلع، ومباشره كنزيد الشكلاط ابيض كنرجعها فوق من النار غير واحد شويه بين ما كيذوب داك الشكلاط تماما. وهذا هو الشكل ديالها ملي كتوجد، كنخليها تتبرد وكنستعملها. هنا غير واحد الملاحظه باش يعني ما تلصقوش بها الحلوه مباشره، حتى كتجربوا ديروا واحد شويه في شي زلافه ودخلوها للمجمد حتى كتبرد، ما تخليوهاش يعني حتى كتجمد بزاف، يعني خاصها ترجع في الحراره ديال المطبخ. ولا جات لكم قاسحه بزاف ديك الساعه زيدوا واحد شويه ديال الماء، ولا جاتكم جاريه بزاف تقدروا تزيدوا لها شي ديال الشكلاط. المهم هي المقادير مضبوطه، ولكن كيبقى على حساب عاوتاني نوعيه ديال الشكلاط يقدر يتحكم في القوام ديالها. فكيف ما قلت ما تستعملوهاش حتى تجربوها. صافي هنايا كنلصق كل جوج مع بعضيات جوج حبات مع بعضياتهم، خليوها تتبرد عاد استعملوها او لصقوا بها باش مابقاش كتسيح ليكم. انا غير كنزرب على حساب الوقت. وغادي ملي كنسالي كنغطس هكا الحلوه يعني في ديك البلاصه اللي قرصنا فيها، كنغطسها في الشكلاط الابيض وغادي نزين بشويه ديال اللوز كونكاسي محمر. هنا كنحطهم فوق من الالومنيوم، كنخليهم واحد شويه وكنقلهم ديك البلاصه باش ما يجيش فيهم داك الشكلاط عاوتاني لاصق لتحت بزاف. فكنكمل بحال هذا الشكل. وبالنسبه لهذا اللي بالكاكاو او هذه الحلوه اللي بالمذاق ديال الكاكاو او الشكلاط، غادي نعمرها بالشكلاط ديال الحليب مذوب يعني عادي بوحدو، وغادي نلاصق كل جوج حبات مع بعضياتهم. الا بغيتو ممكن تاخذوا غير داك الكراميل اللي حضرنا زيدوا عليه شي ديال الكاكاو واستعملوه حتى هو في التلصق كيجي زوين. فانا هنا خديت شكلاط الخاص بالشكلاط عادي يعني ديال الماكله هذا اللي كيكون بالحليب. وصافي غادي نزينها بنفس الطريقه اللي زينت الحلوه ديال الفاني، غير هنا غادي نستعمل الشكلاط الاسود وغادي نزين بشويه ديال الفيرميسال كذلك الاسود، وكيف العاده تزيني عليه كيبقى على حسابكم نتوما. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، مع دابا الجو ماشي سخون بزاف، يمكن لكم تحتفظوا بها حتى لجوج ديال الاسابيع في بوطه اللي تكون مسدوده مزيان، راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه.
كنتو غادي تحتفظوا بها مده طويله، ممكن توضعوها في المجمد. كذلك دائما بواطتكم مسدوده مزيان باش ما تشمش الرائحه ديال المجمد، وصافي يعني كتخليوها ملي كتحتاجوها كتخرجوها حتى كتطلق وكتقدموها وكتناولوها. صافي بهكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الشكل النهائي كيجي بحال هكا، كتجي زوينه بزاف، كتجي مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت وبنينه جدا. كذلك صلصه الكراميل كيف ما قلت رائعه بزاف، غير جربوها باش يعني تعوضوا الكريمه، وهذه راه كتصبر يعني ماشي بحال ديال الكريمه تقدر تخسر، فهذه كتصبر كتحتفظوا بها بلا ثلاجه كتبقى مده طويله زوينه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا في القناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقىلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تخليش عليا التعليق ديالكم ورايكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.